معانا كمان على التليفون مريم. مريم صباح الخيرات. قولي لنا بقى مريم عبد الرحمن سعد اول عالم شابات في ايطاليا. اعتقد مريم انت من فريق الكاراتيه الرياضي صح كده مريم؟ بصبح عليك الاول واحكي لنا بقى عن البطوله اللي انت عملتيها. ازي حضرتك؟ انا الحمد لله لسه راجع من ايطاليا والحمد لله ربنا كرمني باول عالم شابات تحت 63 كيلو. احكي لنا كده عن الموضوع. ما مش بالسهوله دي يا مريم. مريم انا ما شاء الله انا اول عالم. اكيد الموضوع مش بالسهوله دي صح كده؟ قولي لي بقى عشان توصلي الاول عالم عملتي ايه؟ لا التجهيز كان مش في بدايه السنه دي الصراحه، وكان بقاله اكتر من سنه عشان نوصل للهدف اللي احنا كنا حاطينه في دماغنا اللي هو اول عالم. مش اي ميداليه، حتى احنا كنا رايحين ومسافره اسير اللي انا رايحه اجيب الذهب مش اي حاجه ثانيه. فدوت كان اكيد تمرين كتير قوي وضغوطات وكده. ده عظيم جدا. طيب مريم، يعني انت اكيد كبنت لعبه الكاراتيه صعبه، فبنت وتحصلي على المركز الاول ده احتاج منك مجهود طويل جدا. وليه اصلا انت بداتي لعبه من وانت عندك كام سنه، وكان عندك الهدف ده من امتى بالظبط؟ والله انا يعني ما بشوفش ان الرياضه او كده، بشوف ان الرياضه لا بالعكس على البنات بتديهم ثقه بالنفس وبتبقى حلوه للبنات. اما انا بدات كاراتيه وانا عندي 6 سنين، كان في البدايه كهوايه وكده، بس بقى لما بدات اخش بطولات وحبيت اللعبه بعد ما خشيت بطولات وكده وحققت فيها انجازات يعني. الدعم اللي كان حواليك كان مين بالظبط؟ هو من كل، اكيد في الاول كان بابا وماما هم اكثر دعم ليا طبعا، وكبتني بقى في النادي وفي المنتخب كمان. طب قولي لي يا مريم، يعني انت بتطمحي لايه؟ ايه خططك اللي جايه؟ احنا خلصنا بطوله العالم في ايطاليا، اكيد انت رسمة على مراكز اولى في بطولات تانية. هو كده السيزون خالص فعلا، بس اول بدايه لينا ان شاء الله بطوله افريقيا لسه في شهر 8 الجاي. بس انا طموحي اولا اللي هو مش يعني من اول عالم السنه دي وخلاص، ان شاء الله يعني كل بطوله عالم باذن الله نفسي ان انا على طول ابقى اول عالم ان شاء الله. ان شاء الله يا مريم، انا اتوقع ده مزيد من التقدم. الف الف مليون مبروك مريم عبد الرحمن سعد، اول عالم للشباب في كاراتيه الرياضي تحت 21 سنة.